نتكلم على الجنريتور او مولد كده باختصار يعني، او دينامو زي ما بنقول بالبلدي كده، مكون من حتتين، حته عباره عن دراما بتلف، وحته ثابته ثانيه. الحته دي ده نورث بول وده ساوث بول، عباره عن بول بيسز، الاثنين دول ثابتين ثابتين، عشان كده بنسميهم ستيتور. ستيتور يعني حاجه ثابته. الجزء اللي بيلف اللي هو الدرام هنسميه ايه؟ روتور. يبقى عند الروتور والستيتور. الموضوع بيتم ازاي بقى؟ الوسطانيه دي روتور، روتور روتور حاجه بتلف يعني، وده ستيتور حاجه ثابته يعني، روتور وستيتور. طيب احنا بنعمل ايه بقى؟ احنا طبعا مفروض ان احنا هنخلي الدرام دي تلف، وبعدين وهي بتلف هيبقى فيه مجال مغناطيسي طالع من النورث بول وبيروح لمين؟ للساوث بول. طبعا المجال المغناطيسي دوت، وايه نقدر نقول انه في النص هنا هيكون كبير قوي، وبعدين ايه وانت بتطلع كده هيبقى يقل، وبعدين هنا بايه يقل برضه، بحيث ان ممكن نقول في المسافه الفاصله بين هنا وهنا كده فوق وتحت مفيش مجال مغناطيسي بيروح. وطبعا الساوث بول بقى اللي الخطوط المغناطيسيه بتيجي ناحيتها. طب ايه اللي بيتم بقى؟ انا باجي هنا على الدرام، سطح الدرام ده، واعمل حته كده وايه، واحط هنا كوندكتور. ده كوندكتور، وبعدين هاجي على نفس المسافه من الناحيه الثانيه، يعني امد الخط كده على المركز واحط كوندكتور زيه بالظبط، اسمه اي داش. ده كوندكتور ايه وده كوندكتور ايه، اي داش. طيب خلينا مع الاي، مع الاي الاول. الكوندكتور ده هيلف، الدرام هتلف بالشكل ده كده عكس عقارب الساعه، يوم ايه الكوندكتور ده يجي يقطع خطوط المجال المغناطيسي وهو ايه والدرام بتلف، بيقطع خطوط المجال المغناطيسي. احنا عندنا طبعا نظريه بتاعت اللي هو فاراداي، بيقول لو اي حاجه ملف او اي شيء بيقطع خطوط المجال المغناطيسي، والمجال المغناطيسي والموضوع ده متغير مع تايم، يبقى فيه انديوز فولتج. طيب احنا هنا عند ده ثابت وده ثابت، مفيش تغيير مع التايم، لكن يحصل ايه بقى؟ ان الانتنسيتي والدرام بتلف يا جماعه بتتغير من حته لحته، يعني هنا في النص كبيره بتقل شويه بتقل شويه، يبقى انا الفاريشن ويز تايم انا بستعيد عنه بان هو اخلي الكوندكتور ده يقطع خروج المجال المغناطيسي عند انتنسيتيز مختلفه، انتنسيتي للقوه يعني مختلفه، يبقى انا بعمل ايه هنا؟ كان انا بعمل فاريشن للفلكس ده من وجهه نظر الكويل او الايه او الكوندكتور يعني، يبقى ايه بيتولد انديوزد اي ام اف، يبقى في انديوزد اي ام اف بتتولد على الكوندكتور اللي هو نفس المشكله بتاع المره اللي فاتت على الكوندكتور ايه وهو بيلف. طبعا الكوندكتور وهو بيلف هيبقى هنا نتوقع ساعه ما يجي هنا وساعه ما يروح الناحيه الثانيه. طب هنا ايه نقدر نقول ان الفولتج اللي هنا هيبقى موجب، والفولتج اللي هنا في الحته دي يبقى من ده الساوث، يبقى ايه؟ يبقى سالب. وفي النص هنا ما فيش حاجه، وفي النص فوق ما فيش حاجه، يبقى انا كاني بعمل فولتج شكله ايه يا جماعه؟ سينوسويدال. كاني بعمل فولتج، بولد فولتج ايه؟ سينوسويدال بالنسبه لمين؟ للكوندكتور ايه. نفس الكلام بالنسبه للكوندكتور اي داش، كوندكتور اي داش ايه بينه وبين الايه 180 درجه، فاللي بيحصل فيه عكس اللي بيحصل في مين؟ في ايه بالظبط؟ بالتمام الكمال. يبقى في انديوز فولتج هنا يتولد عند الكوندكتور ايه، وفي مع الكوندكتور اي داش، وده عكس دوت، فانا هوصلهم وليكن ام سيريز مثلا بالشكل ده وكده. لو كان ده سي الفولتج هنا زائد ناقص، والفولتج هنا طبعا هيبقى ايه؟ العكسه الزائد هنا والناقص هنا. لو انا اعمل بالشكل ده يبقى من وجهه نظر الطرفين دول يا جماعه الفولتج الموجود سين بتوين الحته دي والحته دي، ادي كل واحد مرتين ولا لا؟ ادي كل واحد مرتين، فكان انا عملت ايه؟ دبلنج للفولتج، عملت دبلنج للفولتج. الفولتج ده اتعشى من يكون ايه؟ ان يكون سينوسويدال، ان يكون سينوسويدال على اساس ان هنا ماكسيمم بوزيتيف صفر، ماكسيمم نيجاتيف صفر تاني، وهكذا. يبقى ايه؟ بنتوقع ان هو يطلع مين؟ طبعا ممكن ايه اتحكم في شويه حاجات بقى، والناس بتوع الصناعه بيقدروا يعملوا كلام في الحاجات دهيت، بحيث ان هو ايه؟ يقدروا يطلعوا فولتج فعلا سينوسويدال. دي حاجة. الحاجة الثانية في بعض الكتب وبعض الأفكار الأخرى يقول لك إيه؟ أنت بتتكلم على إيه؟ جنريتور، ستيتور، وروتور، كويس. وبتقول هنا إن الستيتور هو الإيه؟ المجال المغناطيسي أو اللي هو البول بيس. والروتور أنت حاطط فيه مين؟ الكوندكتورز. يقول لك لا، طب ما تعمل العكس بقى. الروتور ده حط فيه ماجنت.
حط ماجنت فين؟ في الروتر اللي بيلف. واللي هي الكوندكتور ده والكوندكتور ده ادفينهم فين؟ في الستيتر اللي هو هيكون ثابت. يعني ممكن اعمل العكس، عكس الكلام ده، انما سواء هذا او ذاك، المهم عند جزء بيلف بخلي الكوندكتور تقطع مين؟ تقطع المجال المغناطيسي زي ما قلنا، وايه ونطلع ده، سواء بقى الايه الماجنت اللي بيلف او الكوندكتور اللي بتلف نفس الايه الحقيقه. يبقى انا عندي هنا فولتج اهوت، لو كان دي الاوميجا تي كده، يبقى انا عندي فولتج بالشكل ده سينوسويدال بالمنظر ده يا جماعه. سينوسويدال. الفولتج دوت هو الفولتج، طبعا هنا انا هقول فرق الجهد بين الكوندكتور ايه والكوندكتور ايه داش، الحته دي فرق الجهد ده كله ده هسميه في اي. في اي. يبقى في اي اللي هنرسمه بالشكل ده كده هيبقى ايه؟ سينوسويدال بالمنظر ده. لو انا عملت كده وخلاص وخلصت بنسمي دي سنجل فيز ماشين، يعني ماشين بتطلع مين فولتج وخلاص عادي، فولتج واحد. طيب سينوسويدال زي ما اتفقنا. لو احنا بقى ممكن نعمل حاجه ثانيه، يقول لك ايه؟ تعالى على نفس الدرام ده اللي بتلف وحط لي اثنين كوندكتور، واحد اسمه بي اهو في الحته دي كده، بحيث الايه؟ المسافه دي او الزاويه دي 120 درجه، وحط لي قبليه الناحيه الثانيه مين؟ بي داش في الحته دي، وكمان حط لي اثنين كوندكتور سي وسي داش على بعد كام؟ على زاويه 120 درجه، يعني مثلا سي كده، ان هنا احط هنا سي، يبقى الحته دي الزاويه دي 120 درجه، وايه؟ وسي داش يبقى بالشكل ده. قباليه دايما كل واحد وزميله قبل بعضه. طبعا الزاويه بين هنا وهنا كام؟ برضه 120 درجه، ما هو 120 و120 و120 360 بتاعتي. خلاص؟ لو انا عملت كده بقى هيبقى عندي ايه؟ ينتج عندي بي وبي داش كده هيجيب لي في بي فولتج، لان في بي زي ده بالظبط، بس ايه؟ متاخر 120 درجه. والسي والسي داش يعمل نفس الكلام، ادي السي وادي السي داش وصلهم، يبقى ايه؟ الفولتج هنا اسمه في سي، الفي سي ده زي البي بي وزي البي اي بس متاخر عن البي بي بكام؟ 120 درجه. طب متاخر عن الفي سي بكام؟ 120 120 كمان، يبقى 240. بس يبقى ايه الشكل الموضوع عنده؟ شكله ايه يا جماعه؟ اهو يبقى 120، انا ابتدي 120 بالحته دي كده مثلا، يبقى يطلع ايه؟ يطلع كده، يبقى ده في بي، ودي كام؟ دي 120 درجه. طبعا ممكن نقطع التقاطعات دي كلها، ممكن نجي نحسبها يا جماعه. طبعا بيكمل كل حاجه بتكمل، مش بتقف، يعني هنرسم بس السايكل واحده يعني. ده بيستمر كده اهوت، وده برضه هيستمر ايه؟ طبعا مش يعني المفروض يبقى ايه؟ ده قد ده يعني كده، وده برضه ايه؟ هيطلع بالشكل ده. طيب اجي تاني بقى على بعد كمان 120 درجه، دي 100 دي كام؟ 120. طيب 120 ثانيه في الحته دي كده او في الحته دي، يبقى دي كام؟ دي 240 كده من هنا، واقوم راسم مين بقى؟ راسم واحده ثالثه فولتج ثالث زي مين؟ شبه الاثنين دول بالظبط كده، يطلع حاجه زي كده، يبقى ده اسمه كام؟ الفي سي 120 240 وهكذا كده. يعني انا عملت ايه باختصار يا جماعه؟ انا عملت 3 فولتجز في اي وفي بي وفي سي زي بعضهم تمام، كل واحد منهم سينوسويدال، بس كل واحد متاخر عن الثاني بكام؟ او 120 درجه. الكلام ده بقى اسمه ايه بقى؟ اسمه 3 فيز ماشين. الاول لما كان ده بس يبقى ده سنجل فيز ماشين، ماشين بتولي فولتج واحد. لو انا اخدت الثلاثه مع بعضهم يبقى اسمها ايه بقى؟ اسمها 3 فيز ماشين. 3 فيز ماشين، يبقى الثلاثه دول مع بعضهم 3 فيز ماشين، وبالتالي يعني عندي باختصار شديد 3 فولتجز موجودين اهم سينوسويدال قد بعضهم بالظبط. وكل اللي اقدر اقوله ان ايه؟ ان البي اي لاكس، متاسف البي بي هو اللي لاكس، بي بي لاكس بي اي باي 120 درجه، وان البي سي لاكس البي بي برضه باي 120 درجه، اور ان البي سي لاكس البي اي باي كام؟ باي 240 درجه.
ثلاثة. لو احنا عملنا كده يبقى احنا جبنا سيستم ايه؟ سيستم 3 فيز زي ما بنقول كده. طيب واحد ما يقول لي طب اشمعنى 3 فيز؟ ما انا ممكن بقى ايه اقعد اعمل على الدرام دي كده، ممكن اعمل 2 فيز بس اعمل 4، اخد زاويه 90 درجه اعمل 4 وهكذا وهكذا وهكذا. بالمناسبه هو طبعا احسن سيستم اللي هو 3 فيز ده. 3 فيز ده يا جماعه احسن سيستم من وجهه نظر الصناعه وكده وكده. واقول لك كمان ايه ال 3 فيز ده ستيبل. ستيبل ازاي؟ يقول لك لان الانستنتانيس باور اللي بتطلع من الثلاثه ايه فيز ده اهو وانت بتنقلهم بيبقى تقريبا ثابته. فالانستنتانيس باور اللي احنا كنا بنرسمها الفي في الاي على طول ساعه ما بنعمل تايم دومين كده تطلع بلس، يعني كان يطلع بلس كده وبعدين ما فيش او بلس وهكذا. لا احنا مش عاوزين البلس دي، البلس دي واحنا بننقلها، لان طبعا دايما الكهرباء تنتج في مكان وتتنقل في مكان ثاني، وتتنقل في مكان ثاني اللي هو بايه بنستخدم فيه الباور، مكان الجنريشن ومكان الاستخدام. طيب فيهمني واحنا وانت بتنقل يبقى تنقل ايه وانت مستريح، تبقى الايه ما فيش البلسز وتبقى الدنيا هاديه يعني. طبعا دي تفاصيل كده. اذا السيستم بتاعنا اما عدد الفيز ثلاثه هيكون انسب ايه؟ انسب سيستم. ومع ذلك في الصناعه على وجه التحديد صناعه الايه؟ الالومنيوم. الالومنيوم بيكتروا عدد الفيز لدرجه بيعملوا 48 فيز. في صناعه الالومنيوم كبيره فعلا، بيعملوا 8 لغايه 48 فيز في صناعه الالومنيوم عشان عاوزين كميه باور رهيبه جدا جدا عشان تسيح وتعمل ميلتنج المين للالومنيوم والحاجات دي كلها. خلاص؟ لكن المنتج اللي هي انتاج الكهرباء العادي خالص اللي بنستخدمها في حياتنا العمليه كلها من مين؟ من 3 فيز. بيقول لك 3 فيز دول 3 فيز سيستم افضل، يعني 3 فيز سيستم دوت اللي هنشتغل بيه عدد الفيز ثلاثه. خلاص ماله ده؟ في شويه حاجات. اولا بيقول لك ان هو مور ايكونوميك، مور ايكونوميك ده نمره واحد. نمره اثنين بدي بيتر بيرفورمانس، بيتر بيرفورمانس. هتكلم كده باختصار عن النقطتين دول. مور ايكونوميك اقتصادي. حد بيقول لك ايه؟ لو انت عاوز فيز واحده ولا عاوز اثنين بس اعمل ثلاثه وخد اللي انت عاوز منه، يعني اما تاخد واحده من الثلاثه او تاخد الاثنين من الثلاثه حسب استخدامك. عاوز الثلاثه طبعا خدهم. فايه دايما بيكون ده ايه افضل في الاستخدام. مور ايكونوميك ازاي بقى؟ ان انا الماشين نفسها اللي ممكن تطلع 1 فيز بتطلع ثلاثه دلوقتي، يبقى انا اختصرت ولا لا في التكاليف؟ اختصرت مشكله وبس. زي ما هنشوف في الابلكيشن بتاعتنا ان 3 فيز فولتج دوت هيروح يغذي مين؟ يغذي 3 فيز لود. كم خط رايحين؟ هيبقوا 3 بس زي ما هنشوف حالا دلوقتي، هيبقوا 3 بس. طيب انت لو انت عندك كميه من معينه من الباور وعاوز تبعتها من مكان لمكان، عندك خيارين، تبعتها 3 فيز ولا تبعتها كل فيز لوحديها؟ يعني 3 فيز منفصلين ولا ايه سيستم مع 3 فيز؟ لو انت عملت ايه كل فيز لوحديها هيبقى انت عاوز كم سلكه او كم واير او كم عشان ينقل لك الايه؟ يبقى انت عاوز كل فيز اثنين، واحد رايح واحد جاي، سلكتين، والفيز الثانيه والفيز الثالثه، يبقى عاوز كم سلك؟ سته. بينما زي ما هنشوف حالا احنا هنستخدم في 3 فيز سيستم ثلاثه بس، يبقى هنوفر على الاقل الترانسميشن لاين، هنوفر النص وهكذا. وفي طبعا حاجات ثانيه كتير قوي. طيب ايه بقى كمان؟ بالنسبه للبيتر بيرفورمانس بقول لك الاستخدام احسن. بيتر بيرفورمانس الاتي، انا حاولت بس ابلكيشن صغير، فرضا اننا عندنا في البيت او اي شقه او اي بيت يعني واحد عاوز يركب تكييف، ما عندوش تكييف عاوز يركب تكييف، يروح لبتوع الكهرباء يقول لك لا ده انت لازم تعمل مين بقى ايه؟ تعمل 3 فيز. لو كان السلك اللي داخل البيت عندك او الشقه او الاخر سنجل فيز، هو الغالب كده احنا عندنا كلنا كلها سنجل فيز يعني، انما اللي عاوز يركب تكييف لازم يعمل مين؟ 3 فيز. ليه يا جماعه؟ عشان يوزع اللود بتاع الشقه او بتاع المكان سواء مصنع او الى اخره، يوزعه على مين؟ يوزعه على اللودز على الفيز المختلفه. يعني ناخد المثال بتاعنا شقه، اقول لك ايه التكييف ده حطه على فيز ايه مثلا، طيب والاناره حطها على فيز بي مثلا، الاجهزه الكهربائيه الثانيه حطها على مين؟ على الفيز الثالثه. طيب إيه؟ طب ايه الميزه بتاع توزيع الاحمال على الفيز المختلفه؟ عشان خاطر لو انت حصل عندك عطل لاي سبب من الاسباب في فيز معينه ما تعطلش الباقي. صح؟
يعني ايه بتاع التكييف في عزل مش عارف ايه ولا كده ولا كده، يبقى الاناره والاجهزه الكهربائيه الثانيه توقف، لا تشتغل ودي نشوف ايه مشكلتها ونقاوم عليك وهكذا. فتوزيع اللوز على ايه على الفيز المختلفه يا جماعه بيكون ده افضل في الاستخدام وهكذا وهكذا. خلاص طيب عظيم. باختصار شديد بقى مجمل الكلام ده كله، انا عندي 3 فولتجز زي بعضهم تمام سينوسويدال، بس الفرق بينهم 120 درجه زي ما اتفقنا. هنوصلهم ازاي بالدوائر بتاعتنا؟ ده اللي هنشوفه حالا دلوقتي، ده اللي هنشوفه حالا دلوقتي. ها طيب، يعني انا عندي 3 فيزز في اي وفي بي وفي سي، تعال نشوف هنوصلهم ازاي، تعال نشوف هنوصلهم ازاي. احد الحاجات اللي هي مقترح التوصيل هي الاتي يا جماعه، يقول لك خد الاطراف اي واي داش اي داش وبي داش وسي داش وحطهم كده في النقطه دي، وبعدين حط لي هنا كده البي اي الاولانيه بالشكل ده، هذا البي اي بالشكل ده هنا كده، يبقى ده ايه النقطه دي ايه كويس، وصل بيها خط كده. طيب وتعالى هنا كده حط لي البي بي، البي بي اهوت هنا الزائد وهنا الناقص، وبعدين هنا النقطه بي، وطلع لي منها خط بالشكل ده. وخد هنا الفيز الثالثه البي سي هيا الزائد والناقص، انا طبعا الناقص هنا ليه كلها؟ لان النقطه اي داش وبي داش وسي داش هي دي النقطه الكامن بوينت هنسميها ان نيوترال، وهنحط جهدها صفر يا جماعه صفر فولت. النقطه ديت اللي بنجمع فيها الاطراف اي داش وبي داش وسي داش هي الارض بتاعتي، هوصلها بالجراوند بتاعتي وايه ندي لها جهد صفر، وتبقى ايه الريفرنس بتاعي وادي لها ايه رمز ان. طيب يبقى انا عندي 3 بالشكل ده كده، وايه واخد خط مين بقى؟ خط كده إيه، وبعدين امشي كده شويه وبعدين اروح للود، اللود بتاعي هيكون ايضا 3 فيز لود، 3 فيز لود بالشكل ده. طيب هل النقطة ان دي ممكن يطلع منها خط؟ ممكن والله طلع منها خط. يبقى الخط ده يا جماعة هنسميه لاين A، الأولاني ده لاين A، وده لاين B، ودوت لاين C، بالتالي دوت هنسميه لاين ان، وأحيانا بنطلق عليه نيوترال لاين. إذا عندي طلع 4 خطوط من ده جنريتور، ده 3 فيز جنريتور، والكونكشن ده يا جماعه طبعا ده ستار واضح، ده ستار كونكشن، ستار لود ستار كونكشن. طيب السيستم ده بتاعنا هنسميه الاتباع، هنسميه هو طبعا 3 فيز سيستم، وكمان وفور واير يعني 4 اسلاك، وطبعا ايه يعني سيستم بالشكل ده ماشي او الاسم يعني. طيب ده اذا الكونكشن على الطبيعه، باخد من كل فيز خط وفي خط ايه الرابع كده. طيب المسميات بقى اسمها ايه عندنا يا جماعه؟ فرق الجهد طبعا بين كل خط والتاني اللي هو البي اي والبي بي والبي سي، فانا عندي ثلاث مجموعه بي اي وبي بي وبي سي، دول هنسميهم فيز فولتجز، فيز فولتجز، فيز فولتجز. اذا عندي 3 في اي وفي بي وفي سي، كل واحد منهم هو فرق الجهد بين مين؟ بين الخط والارضي. خلاص خط من عندي خط ايه خط بي خط سي، خلاص اتفقنا. يبقى ايه الفرق الجهد بين الخط اللايف اللي هو اي او بي او سي والارضي اللي هو بي اي وبي بي سي، دول اسمهم فيز فولتج. طيب هل ده الفولتات الوحيده اللي ممكن اخدها من السيستم؟ لا، ده انت ممكن تعمل الاتي، تيجي توصل بين الخط اي والخط بي من هنا لهنا كده، تقول انا ده فرق الجهد ده اسمه كام؟ في اي بي الزائد هنا والناقص هنا. كذلك الحال ممكن تاخد بين اللاين بي واللاين سي، يبقى في بي سي الزائد هنا والناقص هنا، مش كده وبس، ده انت ممكن تاخد بين سي ومين وايه كمان؟ بين سي وايه؟ يبقى ده بي سي ايه، ناخد بالنا من كده، الزائد فين؟ الزائد هنا والناقص هنا.
اذا عملت كده يبقى انا عندي بي اي بي وبي بي سي وبي سي اي ثلاث بولتات تانيين مجموعه هندي لهم اسم. هنسمي دول ايه بقى يا جماعه؟ لاين فولتجز. لاين فولتجز. لاين فولتجز. نعم. حاضر. اما نيجي نشوف تفاصيل اللود. اللود بالمناسبه يا جماعه بدم 3 فيز تفكروا ممكن يكون ايه وممكن يكون ايه؟ دلتا وستار ولا لا؟ بدم 3 بدم 3 يبقى اللود قد يكون دلتا وستار وهنستخدم ده وهنستخدم ده. واخد بالك؟ اما يكون دلتا لازم نوصل ده. هنشوف حالا في نفس المحاضره ان شاء الله النهارده حالا دلوقتي هنشوف ازاي هنوصل اللاينز على اللود متوصلين كده. خلاص؟ انا بتكلم على الامكانيه دلوقتي. مره ثانيه الفيز فولتج 3 في اي في بي وفي سي طبعا ادي بعضهم بينهم 120 درجه زي ما اتفقنا. خلاص بعدين دي فرق الجهد بين كل خط والارضي بعدين بين كل خط وخط ثاني في فولت اخر متاح بين اي وبي بين بي وسي هناخده حتى بالترتيب الدوري كده هقول في اي بي في بي سي في سي اي بالترتيب كده دول ثلاثه ممكن ناخدهم ايضا لو فرق الجهد بين مين؟ بين فولتج ده والفولتج ده. عظيم. طيب تعالوا بقى كده نمسح ده خلاص وتعالوا نشوف احنا الموضوع الفيزو دياجرام. بالمناسبه الشغل بتاعنا مع الثري فيز ده هو هيكون دايما في كل مساله يقول لك اعمل الفيزو دياجرام. الفيزو دياجرام على فكره مش صعب مش هيبقى سهل جدا اسهل من الشغل القديم يعني بالرغم من دول ثلاثه هيبقى اسهل. ما هنشوف. طيب دلوقتي احنا عندنا ثلاثه فيكتورز ما هو الكميه الكومبلكس هي فيكتور ثلاثه فيكتورز عاوزين نمثلهم يا جماعه وبينهم بين كل واحد وثاني كام 120 درجه في اكثر من طريقه لكن انا هقترح الاذي الطريقه دي هقول البي اي كده وبعدين متاخر عنه 120 درجه كده يبقى ده البي بي متاخر عنه كمان 120 درجه يبقى ده البي سي دي 120 درجه ودي كام؟ 120 درجة. في اي في بي في سي. واحد يقول لي اشمعنى انت عاملهم كده؟ ما انت ممكن تلفف ده شوية. مش انت عاوز 120 درجة بين كل واحد والتاني؟ ممكن تلفف شوية. هقول السبب حالا. طيب إذا عندي في اي في بي في سي قلنا دول الايه؟ الفيز فولتجز. عظيم. أي طول منهم كده هنسميه البي فيز طبعا. ما علينا دلوقتي. فرق الجهد اللي هو في اي بي. بين اللاين ده لاين A واللاين B على رسم فين يا جماعه؟ في اي بي هو ايه على وجه التحديد؟ فرق الجهد بين A و B يبقى هو في A ماينس بي بي ولا لا؟ يبقى انا عندي هنا انا مش عارف السلك ده مشكله. طب هكتب تحت هنا البي اي بي هيساوي في A ماينس بي بي نفس الكلام البي بي سي هيساوي في بي ماينس في سي البي سي اي هيساوي في سي ماينس في اي دايما الحرف الاول ناقص الحرف الثاني. طيب في اي ناقص البي بي على الرسم يا جماعه هنا هو طول ده ولا لا؟ نوصل الاند بوينتس واقول ده البي اي بي الكلام ده صح ولا مش صح؟ بص كده المعادله دهيت بي اي بي يساوي في اي ناقص بي بي ودي بي بي في الناحيه الثانيه يبقى بي اي يساوي كام؟ يساوي بي بي زائد الاياه ده اللي بنتكلم عليه ادا بي اي اهو. طب خلاص وصلنا من هنا النقطه دي ان خلاص وصلنا هنا ادا بي بي زائد بي اي بي يبقى كده صح. نفس الكلام بقى يبقى ده البي بي سي اهوت وده الفولتج ماشيين ايه تجاه دوري واحد بي سي اي. خلاص يا جماعه؟ طيب احنا ليه اخترنا واحنا بنرسم الفيز دياجرام الوضع الانيشيال ده كده؟ ليه عاملين البي اي فوق؟ احنا ممكن نعمله في اي اتجاه. عملناه فوق عشان نحصل على حاجه ان البي بي سي بزوده كام يا جماعه؟ صفر. هيبقى اتفاق بيننا وبين بعضنا كده ان احنا هنرسم دايما الرسم ده وفي رسم ثاني زميله هقوله حالا دلوقتي ان هو ايه يبقى ساتش زاد ان البي بي سي ايه زاويته كام؟ زاويته صفر. هنحط الزوايا حالا دلوقتي مع بعضنا
هنحط الزوايا حالا مع بعضين. الطريقه دي يا جماعه مين اللي بيجي الاول؟ البي اي بيجي الاول ولا البي بي؟ البي اي الاول طبعا. بنسمي ده سيكونس تتابع اي بي سي. اي بي سي سيكونس، سيكونس اللي هو التتابع يعني، سيكونس اي بي سي يعني ايه؟ في اي بيجي الاول، بعدين 120 درجه بي بي، بعدين 120 درجه كام؟ في سي. طيب طبعا احنا هنا طبعا يعني ده هيليد ده بكام؟ 120 درجه وهكذا يعني. طيب عظيم. هل ممكن في احتمال تاني الجنريتور بتاعنا اللي كنا راسمينه من شويه صغيرين يطلع حاجه مختلفه؟ خلي الدرام تلف في الاتجاه المضاد. خلي الدرام اللي هي الروتور يلف في الاتجاه المضاد، يبقى مين هيطلع سيكونس مقلوب؟ سي بي اي بالظبط كده، هطلع سيكونس مقلوب يعني سي الاول وبعدين بي وهكذا وهكذا، عكس الكلام ده. هنشوف ده وهنشوف ده، هنشتغل بالاثنين، هنشتغل السيكونس اللي هو على السبوره ده والسيكونس الثاني وهنناقشهم حالا دلوقتي. طيب اذا بقى اذا كان الامر كذلك، تعالوا بقى ايه، عاوزين نعبر عن كل كميه من كميات. احنا ادينا كم مجموعتين، الفيز فولتجز واللاين فولتجز، كل واحده عاوزين نعبر عنها. هنعبر عنها ازاي؟ بصوا معايا كده، اي واحد من ده الطول بتاعه هسميه في فيز، واي واحد من الثلاثه دول الطول بتاعه هسميه في لاين. اذا في فيز الماجنتيود وفي لاين الماجنتيود بتاع كل ايه؟ كل مجموعه. فاذا كان الامر كذلك، يبقى انا السيكونس اللي هو الاي بي سي اللي هتكلم عليها دلوقتي، الفي اي يا جماعه يساوي ماجنتيود في فيز وزاويته كام؟ طبعا 90 درجه على حسب اللي انا ايه؟ اللي انا عامله. والفي سي والفي بي هيساوي كام؟ برضه في فيز الماجنتيود، والزاويه تبقى كام؟ متاخر عن ده 120 درجه يبقى ماينس 30 درجه. الفي سي هيبقى برضه في فيز الطول، والزاويه متاخر عن السابق بتاعه كام؟ 120، يبقى ناقص 150 درجه. ده ناقص 150 درجه، ده ناقص 30 درجه، ده طبعا 90 درجه بالزائد. طيب دول الثلاثه مين؟ الفيز فولتج. طب في اي بي طوله في لاين، اتفقنا خلاص. طب زاويته كام بقى؟ حد يقدر يقول لي الزاويه بتاعه الفي اي بي كام؟ نحسبها مع بعضنا، نحسبها. المثلث ده مساوي الاضلاع ولا لا؟ مساوي الاضلاع. يبقى الزاويه دي كام يا جماعه؟ 60 درجه. يبقى المكمله ليها دي كام؟ 120 درجه. يبقى انا عندي هنا الفي اي بي زاويته كام؟ 120 درجه. طبعا مش عاوز النقاش، الفي بي سي هيبقى صفر خلاص. الفي بي سي هيبقى طوله في لاين وزاويته صفر، والفي سي اي هيبقى كام؟ برضه في لاين وزاويته يبقى كام بقى؟ ناقص 120 درجه. ناقص 120 درجه. ده كله سيكونس مين يا جماعه؟ ده سيكونس اي بي سي. سيكونس اي بي سي. خلاص كده؟ لا يا فندم. مش في اي اساسا المفروض في بي سي كده هيبقى بزيرو؟ الايه؟ لا يا جماعه يا جماعه، الله يرضى عليكم. اما اقول بي اي بي اللي هو بي اي ماينس بي كي، ده مش حسابيا، ده يا اما كومبلكس او فيكتور، بطرح فيكتور ناقص فيكتور. لا ما خلاص، الكميات السته دول يا جماعه دول فيكتورز. الكميات السته دول ثلاثه بي فيز وثلاثه بي لاين، كله فيكتور او في او او, أو فيزور يعني، يعني كومبلكس يعني. فبقول بقول بي اي ماينس بي بي مش خمسه ناقص خمسه، لا ده خمسه وزاويته كام؟ 90 درجه ناقص 5 وزاويته ناقص 30 درجه. احسبي ايه يطلع معاك؟ ها؟ عشان دكتور حته الزوايا بس. الزوايا. طيب احنا خلاص عاملين ده فوق، ده 90 درجه خلاص متفقين. اطرح 120 يبقى ناقص 30 خلاص. واطرح كمان 120 يبقى ناقص 150. يبقى البي فيز اتفقنا عليهم. اجي بقى خليكم معايا. البي لاين. البي لاين. البي لاين البي اي بي على سبيل المثال. البي اي بي على سبيل المثال دوت هو الزاويه بتاعته هي المكمله للزاويه دي. الزاويه دي بيبقى مثلث متساوي الاضلاع، يبقى زاويه اللي هنا زاويه المثلث طبعا 60 درجه كمان اعلى، يبقى دي المكمله بتاعتها يبقى كام؟ 120 درجه. يبقى في اي بي يعمل 120 درجه. طب البي بي سي هيعمل صفر ليه؟ ما هو ده 240 درجه، انت عليك تحسبها 120 120، هيتضح ان هو من السيمتري كمان. ما هو ده سيمتريكال مع ده يا جماعه، هو قد ايه؟ يبقى لازم ده هيكون ايه؟ افقي ولا لا؟ هيكون افقي. وكذلك الحال دهوت لو انت عملت ايه؟
مديت كده الخط كده ممكن ايه تستنتج ان الزاويه دي كام؟ ناقص 100 وايه؟ 120 درجه. يبقى كل واحد من الثلاثه دول بين كل واحد والثاني 120 درجه، والثلاثه الثانيين كمان اللي هم البي فيز البي لاين برضه بين كل واحد والثاني كام؟ 120 درجه. 100 وكام؟ و20 درجه. طب سؤال باشمهندسه تقول لي ايه؟ في اي بي يساوي بي اي ماينس بي يساوي صفر. طيب احنا خلاص اتفقنا ان الصفر عشان الزوايا والكلام ده كله. سؤال بقى، في اي زائد في بي زائد في سي يساوي كام؟ طيب هقول السؤال تاني بترى ابسط. في اي بي ناقص متاسف هكتب على السبوره يا جماعه. طب نمسح ده، ممكن نمسح ده ولا نخليه شويه؟ طب يا رب انا مش عارف الايه. بص معايا هنا كده، في اي بي زائد بي بي سي زائد بي سي اي يساوي كام يا جماعه الكلام ده؟ بزيرو بالظبط كده، برافو. صح تجمعهم يعني ارسمهم ورا بعضيهم، ارسمهم ورا بعضيهم ثلاثة فيكتور اهو مرسومين فعلا ورا بعضيهم. ادي في اي بي في سي اي زائد في بي سي هيساوي كام؟ هيساوي ايه؟ هيساوي صفر. مظبوط؟ طيب دي باينه بالنسبه لايه؟ للثلاثه اليمين، الثلاثه اللي هو في لاين. طب البي فيز بقى باينه ولا مش باينه؟ لا نحسبها دي بقى، نحسبها ازاي؟ مثال نمسح ده عشان يبقى عندنا مسافه نكتب فيها. بصوا معايا كده يا جماعه، في اي اهو، ارسم بعدين في بي. في بي هنرسمه ازاي؟ موازي للفي بي اللي موجود ده يبقى هيترسم ايه؟ هيترسم كده. الطول ده قد الطول ده القرش. طيب من هنا بقى ارسم لمين؟ الفي سي، وهيطلع كده الحقيقه. يبقى ده في سي وده بي بي، بترسمهم ورا بعضهم هيطلع كام؟ بيوصل لنفس النقطة كده 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 صفر. يبقى أيضا البي اي زائد البي بي زائد البي سي، طبعا ده كومبلكس سم أو فيكتوريال سم، خلاص ده بيساوي صفر. عندما يكون الأمر كذلك يا جماعة، عندي ثلاث كميات بجمعهم، ثلاث كميات كومبلكس طبعا بجمعهم بيطلعوا صفر، وكل واحد قد التاني في الماجنتيود، وبين كل واحد والتاني 120 درجه، بنسمي ده بالانسد سيستم. بالانسد سيستم عندما يكون الامر كذلك مجموع يساوي صفر بنسمي ده بالانسد. وطبعا توصيفه بالكلمات هو الاتي، انا عندي 3 equal 3 equal in magnitude and 120 درجة apart يعني بين كل واحد والتاني. يعني عندما يكون الأمر كذلك عندي ثلاث كميات متساويين في المقدار أو الماجنتيود وبينهم 120 درجة لازم مجموعهم يطلع صفر حسابيا، بس عملية سهلة. خلاص إذا عندي الستار كونكتد لود اللي احنا كنا راسمينه دوت بيطلع مجموعتين من الفولتس، مجموعه اسمها اللاين فولتج ومجموعه اسمها الفيز فولتج، وكل مجموعه مع بعضها تمثل ايه؟ بالانس سيستم. طيب اذا الجنريتور اللي فيه ثلاث حاجات قدرنا نوصلهم بالستار وطلعنا كل الكلام دوت. طيب هل ممكن نوصله بطريقه ثانيه يا جماعه؟ ثلاث فولتات، هل ممكن نوصلهم بطريقه غير الستار؟ طبعا بطريقه الدلتا. نعملها ازاي؟ الدلتا كونكشن ها؟ اهي يا جماعه سهله قوي. ادي مثلا البي اي اهو، مثلا سي ان الزائد كده والناقص كده، اجي احط هنا مين؟ البي بي اهو، وطبعا هقفل هنا بمين؟ بالفي سي بالشكل ده، واطلع خط كده وطلع خط كده وطلع خط مين؟ خط كده. فالدلتا كونكشن ده بي اي بي بي في سي، طبعا هنا زائد ناقص، هنا زائد ناقص، هنا كام؟ زائد
ناقص، اوصلهم بالشكل ده كده وطلع خط هنا وخط هنا وخط هنا. السيستم ده بقى هيبقى اسمه ايه؟ ده طبعا دلتا كونكتد، دلتا كونكتد، وايه بقى؟ دلتا كونكتد و3 واير بس يا جماعه، 3 واير مش ممكن يكون في واير. لما نوصله دلتا، نوصل الجنريتور دلتا هيبقى 3 واير، انما بالنسبه للستار ممكن يبقى فيه 4 او 3 طبعا على حسب الابلكيشن. خلاص احنا ان شاء الله كل شغلنا هيبقى من النوع الاولاني اللي قلنا عليه حالا، مش وصل كل الجنريتور بتاعنا ستار كونكتد من غير ما نقول، من غير ما نقول. انت لما تشوف الكتب بيقول في راس المساله، يا اما يرسم لك المساله يا اما يقول لك الفولتات كذا 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 ويشرح بالتفصيل. احنا عندنا لا، هنتفق في الكورس بتاعنا ان شاء الله ان عندنا الجنريتور ستار كونكتد دائما بالمعنى اللي احنا قلنا عليه. ستار كونكتد بيطلع ثلاث مجموعتين من الفولتات، كل مجموعه بالانس سيستم بالمفهوم اللي احنا قلنا عليه حالا، مجموعه الفيز فولتجز اللي هي بين كل لاين والارضي، مجموعه الايه اللاين فولتجز بين كل لاين واللاين الثاني، وهكذا. وكل مجموعه بالانس ايه سيستم عظيم. افندم ما فيش، هتجيبه منين؟ ما دلتا، دلتا كنا ما فيش نيوترال لاين في الحته دي خالص خالص. انت هتيجي هنا اهوت، يعني النقطه دي ايه يا جماعه؟ دي ايه؟ ودي ايه داش؟ هتيجي هنا توصل لي بي، وبي داش تبقى هنا، وبعدين هنا توصل لي سي، وهنا سي داش تبقى هنا كده. طبعا سي داش هيوصل بايه؟ وهكذا. عشان كده نادر قوي نستخدم ده، انا دايما بنستخدم الايه؟ اللي انا قلت عليه الاولاني. خلاص يا جماعه؟ طيب تعالوا بقى، احنا كنا اتكلمنا عن مين؟ ده اللي هو الاي بي سي سيكونس. عاوزين نتكلم عن المعكوس بس بتاعه عشان نخلص الموضوع ده ونبتدي يدخل لود ونشتغل بقى التفاصيل بقى بتاعي الحسابات. طيب شفنا كده، تعالوا نعمل مع بعضنا السيكونس الثاني. السيكونس الثاني اللي هو ايه؟ سي بي اي سيكونس، سيكونس سي بي اي. طيب انا هحط البي اي هيبقى تحت كده يا جماعه، وهنا البي بي كده، وهنا الايه الفي سي في الحته ده كده. يبقى طبعا دي 120 درجه، 120 120 وهكذا. يبقى البي اي بي فين اهو؟ البي اي بي اهو الاند بونز اللي هنا، الفي بي سي. عشان كده احنا قلنا الميجر بتاعنا ان دايما الفي بي سي زاويته كام؟ صفر في الحاله ده والحاله السابقه الاثنين. عشان كده يبقى يجب ان يكون الفي اي تحت المره دي، تحت المرة. انا على فكره مش هنحفظ حاجه خالص، مش هنحفظ، احنا هنرسم الرسمه ونحط التعبير عليها على طول. وبعدين هنا يبقى كام؟ يبقى ده الفي لا الناحيه الثانيه كده الفي سي. يلا نعبر بقى عن الكلام ده، هقول ان الفي اي هيساوي في فيز، والزاويه كام بقى؟ ناقص 90 المره دي يا جماعه، تحت تحت. والفي بي هيساوي في فيز، والزاويه كام؟ 30 بالزائد، صح كده؟ والفي سي ايه ده؟ ايه ده؟ لحظه لحظه معلش، انت اسف، ده بي بي بس وده في سي بس. يبقى في فيز والزاويه كام؟ 150 درجة. نقفل دول كده ثلاثة، ده في فيز ثلاثة هما. الفي لاين بقى، الفي اي بي هيبقى في لاين في كام؟ زاوية تفتكر كام؟ برضه مرة ثانية، مد الخط ده كده يا جماعة، مد الخط ده شوية، ده مثلث متساوي لإيه؟ الأضلاع. يبقى الزاوية دي كام؟ 60 درجة. يبقى المكمل بتاعها كام؟ 120 درجة. بس يبقى إيه 120 بس بالناقص بقى المرة دي. يبقى ده ناقص 120 درجة. الفي بي سي طول في لاين وزاويته صفر، والأخيرا الفي سي اي ساوي كام؟ في لاين أيضا وزاويته تبقى زائد 120 مرة المرة دي. خلاص كده؟ بس احنا بنرسم الرسمة ونحط الكلام ده ونشوف احنا عاوزين ايه. خلاص كده؟ طيب في حاجة صغيرة لازم ايه عاوز أقولها. حد يقدر يقول لي هل في علاقة في الماجنتيود بين البي فيز والبي لاين؟ في علاقه في الماجنتيود بين البي فيز والبي لاين ولا مفيش؟ لا في طبعا. حد يقول عليها كده ولا نستنتجها؟ نستنتجها. ها؟
سواء من هنا سواء من الرسم ده او الرسم دي. ها ايوه المثلث ده هنرسمه كده لوحده اهو، نرسم الواحد المثلث اهو ده كده وده كده، ده في اي وده في بي اهوت، دي 120 درجه، وبعدين ده مين ده الفي اي بي، الفي اي بي. طيب الطول ده يا جماعه طوله كام؟ بيفيز اتفقنا خلاص، وده بيفيز، يعني المثلث ده نظامه ايه؟ متساوي الساقين صح كده؟ وزاويه الراس كام؟ 120 درجه. يبقى الزاويه الصغيره كام؟ دي ولا دي؟ ها؟ 30 بالظبط كده، يبقى انا عندك هنا كام؟ 30 درجه، ودي كمان كام؟ ايه؟ 30 درجه. عظيم. لو انت بقى نزلت عمود هندسه المستوى بتاع زمان دي، نزل عمود بالشكل ده كده 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 كده، يبقى الزاويه دي كام؟ 60 درجه، نص ال 120. يبقى الحته دي اللي هي نص الوتر ده كله يعني بتساوي كام يا جماعه؟ بتساوي ده في ساين كام؟ في ساين 60 درجه، ساين 60 بكام؟ جذر 3 على 2، وانت عندك واحده وواحده يضرب في 2 يبقى كله كام؟ جذر 3. يبقى انا عندي باختصار شديد البي لاين يساوي جذر 3 بي فيس. بس يا سيدي ادي العمليه كلها. تمام كده؟ احنا جاهزين دلوقتي بقى ناخد الحاجات دي وندخلها على لود، وندخلها على لود. اللود بتاعنا نظامه ايه دايما؟ 3 فيز، يا اما دلتا يا اما ستار، يا اما ايه الميدنس متساوي او غير متساوي، ده اللي هنشوفه بالتفصيل بقى. تعال ناخد ابسط حاجه بقى الاول، ناخد ايه؟ ناخد اللي هو بالانس او يعني قد بعضيه، ميدنس قد بعضها. ميدنس قد بعضها. فهنبتدي ناخد تفاصيل اللودز، هيبقى عنده عنوان، هقول هنا بالانسد دلتا لود، بالانسد دلتا لود. طبعا 3 فيس مفهوم، يعني دلتا يبقى 3 فيس، يعني ايه كده يا جماعه؟ ادي هنا امبيدنس، وهنا امبيدنس ثانيه، وهنا امبيدنس ثالثه، يبقى ده ايه؟ دلتا فعلا. ده الخط ايه؟ ده الخط بي، ده الخط سي، يبقى ده بي سي ايه. فين بقى الجنريتور في الحته دي كده؟ الجنريتور في الحته دي انا مش هرسمه خالص، مفهوم؟ ده 3 فيز جنريتور فين يا جماعه؟ في الحته دي. طالع منه مين؟ 3 خطوط يروحوا لمين؟ يروحوا لايه؟ للود. اللود ايه؟ دلتا. اللود دلتا. كلمه بالانس دينا اللي في السبوره دي معناها ايه يا جماعه؟ ايكوال ان ماجنتيود، يعني دي زد ودي زد قدها بالظبط ودي زد قدها بالظبط. يبقى انا عندي 3 ايدنتيكال يعني متشابهين او متطابقين ايدنتيكال امبيدنسز، امبيدنسز ان دلتا كونكشن. ده من هنا. طيب خلاص الامبيدنس الثلاثة ايه؟ متساويين. طب عظيم، تعال نشوف بقى احنا هنسمي الحاجات دي ازاي؟ مش بقى نرسم الخط ده احسن شويه كده. طيب بصوا معايا بقى كده، كل الخط الفولتج المؤثر على ده هيبقى في اي بي ولا لا يا جماعه؟ في اي بي طبعا، ده هنا في اي بي زائد هنا والناقص هنا، يعني الامبيدنس دي فرق الجهد عليها مين؟ في اي بي. من نوع هو لاين ولا فيز؟ لاين طبعا. وبالتالي برضه نفس الكلام هنا، في بي سي وايه؟ والفي سي، في بي سي برضه اهوت الزائد عند بي والناقص عند سي وهكذا وهكذا، وفي سي اي اهوت بالشكل ده كده، في سي اي الزائد هنا والناقص هنا. ناخد بالنا من الترتيب، ناخد بالنا من الترتيب. طيب عندنا بقى شويه مسميات. الخط دوت التيار اللي ماشي فيه يا جماعه، اللي ماشي من الجنريتور الى اللود هنسميه اي اي. الخط الاولاني اسمه لاين اي طبعا، الخط الثاني اسمه لاين بي، الخط الثالث اسمه لاين مين؟ لاين سي. متفقين خلاص. المسميات هي الاتي، اللي ماشي في الخط دوت هيبقى اي اي، يبقى هنا اي بي وهنا اي سي. ها اللي عملناه الثلاثه كرنتس اللي ماشيين في اللاينز متجهين من فين لفين؟ من الجنريتور لود.
بالكام؟ تفتكر مجموعهم يبقى لازم يكون كام؟ مجموعهم الفيكتوريا الصم طبعا او الكومبلكس الصم يبقى لازم يكون كام؟ زيرو. لازم زيرو طبعا، لان بيخش كلهم على نقطه واحده وطالعين من نقطه واحده، طالعين من النقطه اليمين اللي هي الان الستار بوينت اوف جنريتور. ان اللي هي ستار بوينت اوف جنريتور اللي جهدها صفر زي ما اتفقنا، اللي هنجمع فيها الحاجات دي كلها. طيب يبقى انا عندي اذا ثلاث كرنتس اي 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 بي اي سي، اللاين كرنتس جميعا متجهه من الجنريتور الى اللود. طبعا هنا ايه ده 3 فيز لود اللي هو الحته دي، ودي الوايرز اللي في النص. انا مش حارس من الجنريتور خالص يا جماعه، مفهوم جنريتور. انا كل اللي هقول لك عليه في جنريتور زي ما هنشوف المثال دلوقتي، اقول لك ده البي في لاين بيساوي كام او الفيز بيساوي كام، كام فولت يعني، واقول لك السيكونس هنا نظامه ايه، اي بي سي ولا سي بي اي بس، واسيبك تفاصيل ايه بقى اللي احنا قلنا عليها حالا في المحاضره دي في اول محاضره. خلاص كده. طيب التيار اللي ماشي في الامبيدنس ايه بالشكل ده كده ماشي في هذا الاتجاه، ده ماشي في مين في الامبيدنس دي؟ هسميه اي اي بي، لان ده ماشي في الايه في الامبيدنس الواصله بين الخط ايه بين الخط خط ايه والخط بي. نفس الكلام هنا، التيار اللي ماشي هنا اي بي سي، التيار اللي ماشي هنا هيبقى كام؟ اي سي اي. اشوفكم تشوفوا الرسم اهوت، شوفوا الرسم عندي ايه، كم مجموعه كارنت؟ مجموعتين برضه. الكارنت اللي داخله اللي ماشيه في اللاين اسمها لاين كارنت، والكارنت اللي ماشيه في في اللود هنسميها لود كارنت او فيز كارنت زي ما عندك. يبقى المسميات بتاعتنا هي الاتي اي اي واي بي واي سي، اسمهم ايه؟ لاين كارنتس، يعني الكارنتس اللي ماشيه في اللاينز. اللاين طبعا بتيجي منين؟ من الجنريتور بتروح لللود. بينما اي اي بي واي بي سي واي سي اي دول اسمهم مين؟ اسمهم يا اما نقول لود كارنت او فيز كارنتس، يبقى لود اور فيز كارنتس. خلاص يا جماعه بس. طب ناخد بالارقام بقى، ناخد مثال بالارقام ونشوف احنا الكلام ده بنحسبه ازاي واحده 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 واحده، عندنا نجد الموضوع سهل جدا بسيط جدا واحنا بنشتغل. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل شيل الحاجات دي كده. طيب هناخد اكزامبل بالارقام يا جماعه. ايه الاكزامبل بالارقام؟ هنقول دلتا لود، خلاص اتفقنا اللي هو اللي احنا رسمينه ده هو خلاص، ونقول زد تساوي كام؟ طبعا يعني اللي هو بالانسد يعني بالانس فندم. دول يا اما نسميهم لود كارنتس يا فيز كارنتس. لا هو على اساس ان ده التيار اللي ماشي في كل فيز. ما الزد دي يا جماعه دي فيز ودي فيز ودي فيز ثالثه. فالتيار اللي ماشي فيهم يا اما نسميه لود كارنت او فيز كارنت، ده مسمى. اما اللي ماشي في اللاين اسمه لاين كارنت، خلاص مجرد ايه حاجات متفق عليها يعني. طيب بصوا معايا بقى كده، الزد هنا هناخد المثال بالارقام، هناخد مثال مع بعضنا بالارقام ونحله ونشوف احنا بايه بنجيب الحسابات بتاعتنا ماشيه ازاي والفيزودايجرام ازاي. نجد الموضوع بسيط جدا كده. الاكزامبل بتاعنا بيقول ايه بقى؟ بيقول ان زد تساوي 5 ودرجتها 5 45 درجه اوم يعني. طيب بيقول ان في بيقول ان في لاين تساوي 120 فولت والسيكونس اي بي سي اي بي سي سيكونس. طب ايه المطلوب في المساله؟ يقول لك فايند لود اند لاين كارنتس، وايه كمان؟ واحسب لي البي توتال اللي بياخدها اللود اهو 3 فيز مع حته واحده، وايه كمان؟ واعمل سكتش الفيزو دايجرام، سكتش ذا فيزو دايجرام. طيب عظيم، عاوزين نعمل الكلام ده بقى يا جماعه. نعمل ايه بقى؟ نشيل بقى طبعا الايه الاي بي سي اهو اللي مرسوم على السبوره يا جماعه.
المسموع صبورة، مجموع هنا كام؟ طبعا مجموعتين. انا بدم قلت دلتا لود، يبقى اللي انا محتاجه مين؟ اللاين فولتجز ولا الفيس فولتجز؟ ها رسمي الدم اهو، لا الفيس فولت، لا اللاين فولتجز بس. بص معايا الرسم يا باشمهندس، بص يا جماعه معانا، ده الخط A، الخط B، الخط C، هنا جنريتور وهنا اللود. فالسؤال دلوقتي فرق الجود اللي على اللود الاولاني هو في اي بي من نوع مين؟ من نوع لاين فولتج، يبقى محتاج الثلاثه لاين فولتج بس. يبقى عندما يكون عندي دلتا يا جماعه، عندما يكون اللود دلتا يبقى محتاج اونلي ايه؟ اللاين فولتج بس. طبعا ايه ان شاء الله ما ناخد ال اللي هي الفيس فولتج هنشوف، بس خلينا دلوقتي احنا محتاجين مين بس؟ اللاين فولتج. عظيم، يلا بقى نعمل الكلام ده، شوف هنحسب ازاي. امسح بس الحاجات دي كده هنا. طيب من حيث المبدا كده، من حيث المبدا اما اجي ارسم الفيس دياجرام، تعال نرسم الابلايد فولتج. انا هرسم كده هنا هيبقى الفي بي سي، وهنا البي سي اي متاسف البي اي بي، وهنا البي سي. واحد يقول لي انت ايه اللي بتعمله ده؟ اللي انا برسم اونلي اللاين فولتجز بادئين منين؟ من نقطه الاصل اورجن بتاعي. خلاص؟ ليه؟ لان ده اللودز، ده الجنريتور او ده الفولتات اللي انا محتاجها بالنسبه للود بتاعي، مش محتاج الثلاثه التانيين في اي وفي سي، مش محتاجهم. هرسمهم ليه؟ ما ارسمهمش، انا ارسم الايه؟ اللي انا محتاجه فقط، محتاج دول خلاص رسمناهم دول. طيب عظيم، تعالى بقى كده مع بعضنا. يبقى دلوقتي طيب مرة ثانية، ايه اللي انا محتاجه؟ اللاين فولتج بس. اعبر عن، تعال نعبر عن اللاين فولتج الثلاثة. ها البي اي بي مقداره كام؟ 120 درجة، وزاويته كام؟ 120 درجة برضه، عشان ده السيكونس الايه؟ الاي بي سي. البي بي سي الماجنتيود برضه 120 فولت، والزاوية كام؟ صفر، متفقين خلاص. طبعا ده فولت ده فولت. البي سي اي هيساوي برضه 120، والانجل كام؟ ناقص 120 درجة. خلاص يا جماعة، دول الفولتات الثلاثة اللي بيغذوا مين؟ اللود اللي على الصبورة ده. تمام كده؟ أنا عاوز أحسب مين بقى؟ عشان أبتدي أحسب كل حاجة، يبقى الأسهل أحسب مين؟ الأي إي بي والأي بي سي اللي هم بنسميهم اللود كارنت. طيب في هذه الحالة بقى الأي إي بي بيساوي كام الأي إي بي؟ بيساوي الفي إي بي مقسوم على زد. حد عنده اعتراض على كده؟ كده مظبوط؟ الرسم أهو. في اي بي مقسوم على الامبيدنس. ها لا ما هو انا السيكونس اي بي سي هيكون الفولت اللي هو الاولاني ده 120، ما احنا كنا راسمينهم لسه، اللي انا مساحته من شويه صغيرين، معلش لسه الموضوع كده، عشان في الاول اما تبص ثاني في اللي احنا قلناه هتفهم. ده سيكونس اي بي سي اللي هو الفي اي اللي طالع لفوق، يبقى الاي الفي اي بي هيطلع بكام؟ 120 درجه. احنا كنا كاتبينه من شويه صغيرين، لا ما هو متفقين خلاص يا جماعه، احنا متفقين ان هنرسم البي اي فوق، البي اي فوق والبي بي والبي سي هيبقى كده، يبقى تلقائيا البي اي بي تحدد زاويته خلاص 120 درجه. يعني البي اي هيبقى زاويته كام؟ 90. البي اي بي زاويته كام؟ دم سيكونس اي بي سي 120. انتهينا خلاص، متفق على هذا، مش هنقوله في راس المساله خالص، انت تكون عارفه لوحدك. خلاص بدام قلنا السيكونس الفلاني يبقى متفق، اللي هو في اي فوق والكلام ده كله، يبقى كل كميه من اللاين فولتج او الفيس فولتج معروفه الايه؟ الماجنتيود، معروفه الزاويه بتاعتها. خلاص كده؟ طيب يلا بقى مش هنستخدم، معلش عشان السلك قصير. يبقى اي بي في اي بي يساوي كام؟ بص معايا كده، ما يبقى 120 والزاويه 120 درجه مقسومه على كام؟ على 5. راح فين الامبيدنس؟ 5 او الزاويه 45 درجه. يساوي كام يا جماعه؟ 120 على 5 فيها كام؟ 24. يبقى الماجنتيود 24، والزاويه كام بقى؟
120 ناقص 45 يبقى كام؟ 75 درجة أمبير. كويس. الآي بي سي أيضا هيساوي في بي سي مقسوم على زد، نفس الكلام مفيش جديد، يبقى 120 وأنجل صفر مقسوم على مين؟ على 5 وأنجل 45 درجة، يبقى هيساوي كام؟ برضه 24، والزاوية تبقى كام؟ 0 ناقص 45 ناقص 45 أيوه، يبقى كله ناقص 45 درجة أمبير. أخيرا أي سي إيه يساوي في سي إيه مقسوم على زد أيضا، يعني إيه؟ يعني 120 درجة وناقص 120 زاوية مقسوم على 5 و 45 درجة، يبقى كام؟ أيضا 120 الماجنتيود 24 متأسف، 120 على إيه؟ على 5 في 24 ناقص 120 ناقص كمان 45 يبقى ناقص كام؟ ناقص 165، ناقص 165 أمبير. إيه الملاحظة يا جماعة؟ مجموعة متوازنة أو بالانس سيستم إيكوال إن ماجنتيود، وبين كل واحدة والتانية كام؟ 120 درجة، وطبعا ده متوقع لأن احنا كل المجموعة المتوازنة دي أو البالانس سيستم مقسومة على حاجة ثابتة اللي هي 5 و 45 الناتج بالشكل ده. خلاص كده؟ طيب قبل ما نسيب ديت ونحسب، يعني طبعا بعد كده هنحسب لسه الاي اي بيساوي كام والكلام ده كله. خلينا الاول عاوزين نرسم ده. احنا ايه اللي رسمناه الاول؟ الابلايد فولتج. ابلايد فولتج يعني ايه؟ يعني الفولتج اللي بيأثر على اللود نفسه. هنا انا عاوز اكتبها هنا كده، وما احنا بنتكلم على دلتا لود، بنتكلم على دلتا لود يا جماعه، يبقى ايه؟ يبقى الابلايد فولتجز هي من نوع مين؟ اهي بالنسبه لدلتا لود الابلايد فولتجز، ابلايد فولتجز هي من نوع ايه زي ما قلنا؟ من نوع اللي هي لاين فولتجز. لاين فولتجز احنا ايه رسمناهم بالفعل كده. طيب دول مرسمين اهو، انا عاوز ارسم الكرنتس اللي انا جبتها حالا اللي سميناها لود كرنت. هنرسمها ازاي على الرسم؟ بعض الناس يقول لك ايه احنا حسبنا، امسك الارقام اللي طلعتها واعمل فولتنج هنا. لا، ما نعملش فيز دياجرام كده يا جماعه. الفيز دياجرام زي ما كنا بنعمل بنعمله ستيب باي ستيب، حته بحته، بنعمل حاجه بناء عليها بنعمل حاجه ثانيه. زي ما كنا بنقول لو كان عندي اي في ار، يبقى ايه اي في ار؟ ده البولش دروب ده هو عباره عن فيكتور موازي لمين؟ للتيار اي، عشان انا بضرب في كام؟ في ار وار دريال. طيب اي في جي اكس عشان ارسمها كان بقول ايه؟ تبقى عمودي على اي عشان الجين موجود، وهكذا. فانا عامل نفس الكلام هنا، هقول الاي اي بي ده علاقته بالفي اي بي، هقول ان ان هو اللي بيحدد الزد. يعني اقول الاي اي بي لاج البي اي بي ب 45 درجه ولا ما ينفعش الكلام ده؟ تاني هقول الاي اي بي لاج البي اي بي اللي بيأثر عليه يعني بيزود الزد. في كلام تاني؟ هي كده. طب زود الزد كام؟ 45 درجه. يبقى حاجه من هنا بقى كده، فين البي اي بي؟ البي اي بي اهو، اجي ارسم فيكتور متاخر عنه كام؟ 45 درجه، هيبقى حاجه زي كده، حاجه زي كده. يبقى اي اي بي كده اهوت، وزود كام يا جماعه؟ 45 درجه. بالمناسبه الاي اي بي ده راسي ولا يمين ولا شمال؟ ها اي اي بي راسي ولا يمين ولا شمال؟ لا مايل شويه يمين. كم درجه؟ 15. ما هو انت عندك دي 120 كلها، وفي عندك هنا 90 درجه، يبقى ايه؟ يبقى انت يبقى ده مايل سنه كده يمين 15 درجه. كويس. زي ايه بالظبط بقى؟ الاي بي سي متاخر عن البولت بتاعه بكام؟ ب 45 درجه. اي بي سي طبعا طول ده لازم يكون زي الطول ده اهوت، والزاويه دي برضو كبرها شويه كده اهوت، يبقى الزاويه دي كام؟ 45 درجه. اي بي سي زي بالظبط بالظبط مين؟ الاي بي سي. انا طبعا معايا سكتش بقى، عاوز سكتش يكون متناسب شويه. ده الاي الاي سي اي، اسف، ده اي سي اي، اي بي سي، اي اي بي. ده الزاويه دي كام؟ 45 درجه. طب هسال سؤال صغير، الاي سي اي ده افقي ولا تحت شويه ولا فوق شويه؟ تحت شويه. لا مش عشان رسمه كده بالعقل. دي 45 درجة ودي كام؟ 165. يبقى ايه تحت بكام؟ برضه 15 درجة، برضه 15. خلاص كده؟ عظيم. إذا اللي رسمناه مين؟ رسمنا دلوقتي الابلايد فولتج 3، ورسمنا كمان اللود كرنتس،
فاضل لي مين بقى؟ فاضل لي اللاين كارنتس. تعال نحسبه، تعال نحسبه منها كده. اللاين كارنت بقى هنحسبه ازاي؟ ها لو انت جيت عند الايه، لو احنا جينا كمان على الرسم بتاعنا يا جماعه وجينا عند الايه الهيد بتاعت الايه المثلث ده اللي هو اللود. يا ربي معلش، متاسف متاسف معلش، هي انا لخبطت حاجه. طب معلش انا متاسف. طيب بصوا لي بس على النقطه اللي فوق، هرجع تاني للصبور تاني. النقطه اللي فوق يا جماعه اعمل لي كيس ايه اللي عند النقطه اللي فوق، يبقى اي ايه يساوي كام؟ اي ايه هيساوي اي ايه بي ناقص اي سي ايه ولا لا؟ طب واحد تاني مليني كده، اي بي يساوي كام؟ كيس ايه اللي برضه عند نقطه تاني، يبقى اي بي سي ناقص اي اي بي صح؟ انا على فكره بكتبهم من غير ما ابص. اي سي اي ناقص اي مين؟ اي بي سي. بص الموضوع ماشي ازاي على فكره، ماشي بسيكونس واحده، ولو خلنا بالنا ان اي اي فرق تو كرنس، فرق تو لود كرنس اكيد، اللي بيجمع عنهم ايه؟ ان الحرف الاول ايه والحرف الاخير ايه، وماشي بالنظام ده. اي بي يبقى هنا بي وهنا بي، اي سي يبقى هنا سي وهنا سي. طبعا انا هبص للرسم واحط يعني مش هحفظ حاجه، انما ماشي بسيكونس ايه بالسيكونس كده. طيب اذا كان الامر كذلك بقى، يبقى اي ايه هيساوي 24، والانجل كام بقى؟ اي بي سي فين فين 75 درجه ناقص 24 برضو، والزاويه كام بتاع البي؟ ناقص 45 درجه. هيطلع كام؟ هو يطلع تقريبا كده يعني 41 ونص ولا حاجه، في والزاويه اظن 5 كام بقى؟ شوف على هاشم. 24 3 بالظبط كده، ما هي ممكن هتطلع يعني دهيا فعلا يا جماعه بالظبط كده هتطلع. طب خليها دلوقتي جذر 3 شويه، استني واحده بس هشوف الحط الانجل خلصوا من الاول، بعدين هنعلق على كل هذا، هنعلق على كل هذا مش هنسيب حاجه. اي ايه يبقى الزاويه كام؟ 45 درجه. هم؟ لحظه اي سي ايوه انا متاسف انا متاسف. وهكذا يا جماعه. طيب الاي بي نفس الكلام، كذا ناقص كذا هيطلع ايه بقى؟ برضه 41 ونص، والزاويه كام بقى؟ والزاويه ناقص 75. والاخيرا اي سي بنفس النظام، كذا ناقص كذا يساوي برضه 41 ونص تقريبا، والزاويه كام؟ ناقص من 95. انا كاتب بقى ايه؟ نعرف ايه الجواب بتاعها. طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان 3 لاين فولتجز طلعوا هم كمان ايكوال ان ماجنتيود، وبينهم كام؟ 120 درجه. نفس النظام ده متاخر عندك كده 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 كده، يبقى انا عندي برضه ده هم هيكون ايه؟ يمثلوا ببالانسد سيستم ايكوال ان ماجنتيود، وبين كل واحد والتاني كام؟ 120 درجه. زيهم زي مين؟ زي اللود كرنتس برضه بالانسد. زيهم زي مين؟ زي اللاين فولتج بالانسد سيستم برضه، كله بالانس، ده شيء متوقع يعني. خلاص يا جماعه؟ طيب كان زميلكم قال حاجه كويسه دلوقتي، العلاقه بين اي لاين والاي فيز والاي لود او اي فيز بيساوي كام بقى؟ نرسم الاول نرسم الاول يا جماعه. بصوا معايا على رسم كده، فين الاي اي؟ الاي اي بيجي من حاجتين، اي اي بي واي سي اي. ادي اي اي بي واي سي، هنوصل الاند بوينت هعملها باللون الاحمر كده اهيت. ده اي مين بقى يا جماعه؟ ده الاي. المفروض بقى انا عاوز ارسمه من نقطه الاصل، اوكي ارسم بارل دوت كده اهوت، واقول ايه الحته دهيت طول ده اهو قد الطول دهوت وموازي ليه كويس كده. طيب السؤال دلوقتي بقى، المثلث اللي احنا جبناه جديد اهو، مثلث مساوي ساقين وزاويه الراس دي كام يا جماعه؟ برضه 120 درجه. يبقى الطول ده من حيث قد الطول ده كم مره؟ جذر 3 تايمز.
يبقى الاي اي الاي اي الاي اي كماجنتيود بيساوي جذر 3 في الاي اي بي كماجنتيود. خلاص وهكذا الباقي. طيب وبعدين عندي بقى ده هنوصل الاند بوينت كده يبقى ده اي بي لا مش اي بي استنى دوت هنوصل ده كده ده الاي بي اي بي هنا استنى احنا اي بي سي اي اي بي بيساوي اي بي سي لا السهم اي ده اي اي بي لا هو السهم كده لفوق صح ولا ايه ولا انا غلطان شوف كده ثانيه واحده ثانيه واحده لا السهم ده كان مظبوط يبقى لا لازم ده هيكون هنا هنا كده وده هيكون هنا كده مظبوط لا ناخد واحده 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 احنا قلنا اي 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 بي ماينس اي سي اي خلاص كده خلاص يا جماعه اي اي بيساوي اي اي بي ماينس اي سي اي طب اي بي بيساوي كام هيساوي اي بي سي ناقص اي احنا عاوزين بي ناقص اي بي يبقى ده اي بي مظبوط يبقى ده اي بي صح كده وده الاي سي خلاص يا جماعه يبقى انا دلوقتي ده خط المنقط ده اللي هو بيحدد لي الماجنتيود والدايركشن بتاع مين بتاعت اللاين كرنتس بس انا هرسمهم من نقطه الاصل يبقى الاي اي كده هيبقى ده طول ده وموازي ليه كذلك الحال الاي بي هيبقى كده والاي سي ده اي بي وده اي سي اي ده متاخر عند 30 درجه وده متاخر عند كام فين اي سي بصوا لي كلنا هنبص على السبوره يا جماعه على اللي انا بعلم عليه ده واحده واحده الاي اي واي اي بي بينهم زاويه قد ايه؟ بينهم زاويه قد ايه؟ مثلث عندك اهو المثلث مثلث مساوي الساقين وزاويه الراس 120 يبقى الزاويه كام؟ 30 درجه يبقى ده يعني الزاويه ده هي الصغيره دي كام؟ 30 درجه ولا يا جماعه؟ مثلث مساوي الساقين اهو دي 30 درجه يبقى دي قد دي بالتبادل؟ يبقى دي 30 درجه يبقى دي كام 30 درجه كذلك الحال بين الاي بي والاي بي سي 30 درجه كذلك الحال بين الاي سي اي والاي سي 30 درجه الله يعني في علاقه بين اللاين كارنتس والفيز كارنت في علاقه في ايه في الزاويه الماجنتيود في الاثنين بالنسبه للزاويه كل كارنت يعني الكارنت اي ده متاخر عن الاي اي بي بتاعه المناظر ليه يعني 30 درجه كذلك الحال اي بي كذلك الحال الاي سي طب وادي كم مره جذر التايمز جذر التايمز خلاص كده طيب العباره دي انا عاوز اقولها انا العباره دي انا عاوز اقولها لان انا في الواقع في الحاله اللي على السبوره اسمها بالانس دلتا لود لو عرفت عندي كم كارنت 6 كارنتس انا عندي 6 كارنتس 3 فيز و3 لاين لو عرفت واحد منهم اجيب الخمسه الاجابه ايوه سي يعني عرفت اي اي بي يبقى اي بي سي واي سي تعرفه ولا لا قد في الماجنتيود 120 درجه كويس طيب الاي اي جذر 3 الاي اي بي من حيث الماجنتيود ومتاخر كام متاخر 30 درجه ده عاوز اقول العباره دي عاوز اقول العباره دي ان الاي اي قد الاي اي بي 30 درجه اند لاجز باي 30 درجه الكلام ده مع سيكونس مين يا جماعه اي بي سي مع سيكونس اي بي سي تاني هذه المعلومة لازم يكون عارفينها. بتكلم على بالانس الدلتا لود في انا كل مرة انسى معلش. هتسامحوني بقى. دي مش طويل والسبورة مش عارف ايه المهم. يا خبر ابيض طب ما خلاص احنا خلصنا والله. لا معلش طيب. طب بس حته صغيره البي توتال يا جماعه معلش متاسف جدا والله بي توتال هتساوي ايه؟ 3 بي فيز يعني الفيز بتاع كل واحده طب 3 البي فيز هتساوي كام؟ هتساوي اي اي بي مثلا اي اي بي مودلس تربيع ريال زد بس وخلاص
خلصت. لازم. طيب.